من الرباط مع الأستاذ محمد طيلسان النور، أستاذ الجيومورفولوجيا في جامعة محمد الخامس. السيد محمد طيلسان، أهلا بك معنا. إذا هل كان متوقعا حدوث مثل هذا الزلزال في هذا التوقيت في المغرب وبهذه القوة، وإلى أي درجة هناك تخوف من هزات ارتدادية؟ أولا مساء الخير. مساء النور. جميع. ثانيا قبل أن أتحدث عن الزلزال اليوم، أنا اليوم أوجد في الساحل المتوسطي بجوار بقرية تسمى بليونش بجوار مدينة سبتة السليبة بالطرف. أنا لم أشعر بأي شيء، لكن لما اتصلت بأهلي في الرباط أخبرني بأن فيها كانت هناك حركة زلزالية معتدلة إلى حد كبير، يعني أشعر برجفة أولا في مستوى البيت وبحركة لتري البيت والباب تحركت، ولكن تكون هناك أي يعني خطائر تذكر في مدينة الرباط. لكن بانتقالاتي بسرعة على مستوى الوطن المغربي تبين بأن بؤرة الزلزال كانت جنوب سهل الحوز عند اتصال السهل بأطراف كبير في المغرب، وأن البؤرة كانت في منطقة قرب مدينة تحناوت حيث كان عمقها على في حدود 100 كيلومتر، وبالتالي كانت حركة منيعة هناك، بحيث على ما سمعت، أنا كنقول لكم ما سمعته من أخبار من هنا، نعم. مقتطفات فقط. كانت بعض البيوت هدمت ولكن قليلة جدا، يعني ما كاينش رعب كبير، إلا أن بالطبع المغرب كما تعلمون في منطقة زلزالية لأن بنيته الجيولوجية متنوعة جدا، وعنده حدثين بنيويين ما يسمى حوادث بنائية، أولاهما هي اللي كاينة الآن في الشمال المغرب وهاتي لم تتحرك بقط، والثانية إلى الأطلس الكبير في جنوبه الأطلس الكبير، هذه البؤر الزلزالية، وهنا وقع الحادث، بحيث الأقاليم التي شعرت بزلزال هي أقاليم الوسطى من المغرب، أطرافه الجنوبية كان ضعيف جدا، وأنا في الشمال لم أشعر بأي شيء قط، معنى أن الريف ما كانش فيه شي حاجة، لأن هو الخطأ، ولي في مدينة الحسيمة التي سبق أن تعرضت لزلزال كانت له تبعات كبيرة جدا على مستوى الوفيات والبنية التحتية وغيرها والبنايات أيضا. الآن لحد الساعة ما كانش إعلام رسمي يخبرني بما حدث بالضبط، ولكن المغرب يوجد فيه عنده بؤرتين اثنتين، أولاهما أقول وأؤكد جنوب أطلس كبير، والثانية جنوب الريف جبال الريف الشمالية، وبالتالي لحد الساعة هناك فزع كبير لدى الساكنة، ولكن الحوادث ما لم يخبرنا أي أحد بما حدث بالضبط في بؤرة الزلزال التي وصلت قوة الزلزال فيها إلى حدود 6.8. نعم أستاذ محمد، يعني المدن التي تركزت فيها الزلزال وشعر بقوته السكان هي مراكش، أكادير، مراكش، هذه المدن أكادير، دار البيضاء. الكبير. نعم صحيح صحيح، والرباط أيضا، والرباط أيضا حتى مدينة فاس انتصرت بسهل، هناك شعر بحركة زلزالية فعلا، هذا شعروا بها أيضا في فاس، ولكن في الريف انا اقول واؤكد بانه ما كاينش ادنى حركه بسيطه، فان لنا في طنجه لم يشعروا باي شيء، ولكن في فاس كانت في حركه شعروا بها، قيل لي بانه لاحظوا بان الثريا تتحرك وبعض البيبان زحزحت عن مكانها، ولكن ليس هناك اي خطر يذكر لحد الساعه، لكن في البرج الزلزال جنوب مراكش مباشره فعلا كاينه ربما تكون ربما خسائر، ربما تكون خسائر، نتمنى ان تكون بسيطه ان شاء الله. نعم، وطبعا طبعا لم تذكر المعلومات عن اي خسائر بشريه، وهذا ما نتمناه بطبيعه الحال. انا انتظر بنفسي نتائج رسميه حتى يمكن ان نقيم نتائج هذه الحركه الزلزاليه. نعم. تمت في حدود يعني بين المتصلين بحوالي 45 دقيقة. نعم.
لكن هناك بعض الأضرار المادية، بعض التشققات في المباني في مدينة مراكش أكيد كونها أكيد توجد أكيد فيها أكيد أبنية قديمة. صحيح صحيح صحيح. البنية القديمة أولا، والتي بنيانها مغشوش، وربما هذا سيكون له عواقب أيضا. نتمنى ألا تكون الأمور كما تنبئنا به درجة الزلزالية تقريبا، ليست بالسهلة، نعم. خطيرة. نعم نعم طيب متى متوقع أستاذ محمد أن يصدر أي بيان رسمي يعني يوضح يعني هل هناك من خسائر بشرية أو مادية أكيد يعني من أكيد. جهات رسمية؟ مع بداية شروق الشمس إن شاء الله ستظهر الحقيقة. أكيد أكيد. الآن الليل، حتى أنا وسائل الاتصال اللاسلكية وقع فيها انقطاع، أنا أثرت وانقطع لي الخط من هنا وهنا، ما لا عبر الواتساب ولا عبر الهاتف النقال ولا عبر الهاتف التالي. هذا شيء أنا تلمسته من خلال اتصالاتي عبر الربع المغربي. بين هذه القضية هذه نعم، أتمنى أن يكون بحسب الأمر ما ذكر مراسلنا أنس بأن السكان عادوا إلى منازلهم. تماما. أنا فعلا صحيح، هذه كلمة. أنا عندي في بيتي كاميرا مراقبة خارج البيت، أثناء إذا خرج الأهالي من بيوتهم والآن عادوا إلى بيوتهم. نعم، يعني الشارع الذي أسكن فيه فارغ تماما من الناس الذي كان قد جاءهم نوع من الرعب والفزع من هذه الحركة. كاين هذه المشكلة نعم هذا. طبعا طبعا، هناك تخوف من حدوث هزات أكيد ارتدادية هزات يمكن أن تكون ارتدادية بنفس ارتدادية القوة أو ارتدادية حتى أقوى. لا لا، أقل أقل إن شاء الله، أقل أقل أقل، لن تكون في درجة صداع، طب هل لا هو أقل آمن بكثير. أستاذ محمد في مثل هذه الحالات وفي هذا التوقيت يعني بعد حدوث زلزال بقوة 7 درجات أن يعود السكان إلى منازلهم؟ نعم يعني أكيد. هل هذا أنا آمن قلت بالنسبة إليهم؟ بالطبع البيوت التي قلت بأنها أثارت للشقوق عمرا قوي، يصعب عليهم العودة إليها، أو في الأحياء القديمة جدا يصعب ذلك. ولكن حيث المنازل والأحياء الجديدة ذات البناءات يعني القويمة، لن يخشوا شيئا إن شاء الله تعالى.